أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. سؤال كان متاح من فترة أو اتسأل من فترة على جروب من الجروبات اللي موجودة على فيسبوك، وكان السؤال بيقول إيه هي أهم البرامج اللي المفروض المهندس كهرباء يتقنها علشان يبقى كويس وقوي في شغله. طبعا الموضوع ده يا جماعة بيختلف من مهندس لآخر من حيث حتى موضوع التخصصات. يعني انت لو مهندس شغال في الاوتوميشن، مهندس شغال مثلا في الديزاين، مهندس بتشتغل في المقاولات، مهندس مثلا بتشتغل في شغلانة مش محتاجة برامج اصلا، فالموضوع ده بيختلف من شخص لآخر. فانك تتقن حاجة معينة كمبدئيا كده هنقسم الموضوع، ان انت لسه في الكلية مثلا ففي حاجات مبدئية لازم كله يبقى عارفها، اي مهندس يبقى عارف، وفي مثلا بعد ما تتخرج وتتخصص بعض البرامج المهمه جدا. فمثلا عندك في الكليه طبعا ما حدش يقدر يستغنى عن انه يتعامل مع الكمبيوتر، يتعامل مع برامج الاوفيس كويس جدا، ده ضروري جدا. اكسل، الوورد، ده ضروري هتتعرض له حتى لو انت محاسب، يعني هتتعامل مع البرامج دي اساسي. اساسا. عندك برنامج مثلا الماتلاب ده ممكن تتعامل معاه او تتعرض في له. عندك برنامج الاوتوكاد وده الناس اللي هتشتغل في التنفيذ والتصميم. في دلوقتي برنامج الريفت وده حاجه كويسه جدا ومستوى متقدم جدا لموضوع الديزاين والتصميم. في برنامج الديالوج وده برنامج خاص مثلا بالاناره. وفي كمان كنت عملت فيديو على موضوع انك ممكن تعمل توزيع للاناره من ما غير تستخدم الديالوج. في عندك كمان ممكن برامج بقى الخاصه بموضوع الاوتوميشن، في الاوتوميشن ستوديو ده برنامج هائل جدا في موضوع التحكم. في برنامج مثلا انك تتعلم برنامج للاسكادا يعمل اسكادا. في برامج في مختلفه، برامج البي ال سي، تتعلم تتدرب على احد البرامج، ومن خلال التعلم على احد البرامج ممكن تطبق الموضوع على برامج كتير موجوده مع حضرتك. في برضو برامج اللي هي بتحسب فولتج دروب وبتستخدم في التصميم، مثلا بتحسب شورت سيركت زي مثلا ايتاب، ده برنامج مهم جدا. في عندك برامج زي الايكوديا زي زي الايتاب بس بيستخدم شنايدر. يعني في برامج كتير جدا المفروض المهندس يتقنها، دي بعض البرامج اللي ممكن تتقنها. في برامج، في شغلانات مهندس ما مش بيكون محتاج فيها برامج، مهندس مثلا شغال صيانة مثلا شغال بروسيدورز معينة، اقصى ما بيحتاجه برنامج اكسل او برنامج الاوفيس. في انك تتعلم كمان الفوتوشوب احيانا بتحتاجه، يعني زي مثلا الدرس اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت ازاي تعمل دايرة بمكونات حقيقية، بتحتاج فيها فوتوشوب، بتحتاج فيها باوربوينت، احيانا بتحتاج الحاجات دي. اتقانك لحاجة معينة بحيث يخدم مجالك، فاهم، ويخدم انت محتاجها في ايه طيب بالظبط. السؤال التاني بقى اللي اكيد هتتسأله، ازاي اخد الكورسات ديت او اتدرب عليها ازاي؟ والاجابة باختصار يوتيوب. الاجابة باختصار يوتيوب، كل الكورسز يا جماعة موجودة على يوتيوب، ممكن تتعلم اي حاجة موجودة. في كمان بالنسبة برضو للكورسات اللي موجودة، مثلا كورس تمديدات كهربية، كورسات التيار الخفيف، في برامج تانية برضو مستخدمة حتى الناس بتوع اللي هم الالكترونيات. يعني مثلا هقول لك حاجة، في برامج اسمها ايجل اللي هي البرنامج المهم لتصميم اللوحات الالكترونيه المطبوعه على البي سي بي، ده الناس اللي بتقدر تشتغل في الالكترونيات. في برنامج اسمه الاكس ريلايز، وده احنا كنا عملنا، كان مهندس عمل اهداء للقناه او دعم القناه من خلال شرح البرنامج ده. ده افضل واسهل برنامج لتصميم الدوائر الكهربائيه وبيحتوي على عده امثله كل ما تحتاج من دوائر ربط المحركات ثلاثيه الاوجه والماي ايكوديال مثلا، ايكوديال قلناه اخر اصدار لبرنامج التصميم لشركه شنايدر الذي يحتاجه كل مهندس كهربي لتصميم ومعه كتب يشرح البرنامج او كتيب. في برضه مهندس تاني جاوب قال ان الاوتوكاد الخاص بالكهرباء ومجموعه برامج الاوفيس، الديلاكس، الايتاب، الماتلاب، البي ال سي اهم البرامج برضه مهندس بيجاوب عليها، بيقول الاوتوكاد الخاص بكهرباء، الماتلاب، الانفينيتور، البروتوس، وبرامج تصميم الدوائر الكهربيه عامه. طبعا ده غير البرامج المستخدمه في التحكم في البي ال سي والمايكرو كنترولر ومتحكمات القابله للبرمجه. في مهندس تاني جاوب بيقول ان انت كمهندس يجب الا تقتصر على شيء بحد ذاته، ويجب عليك ان تنمي معلوماتك في جميع فروع الهندسه او فروع الكهرباء عامه، تمديدات وتحكم وطاقه. ومن البرامج التي يجب على المهندس ان يكون او على معرفه بها ويستخدمها بشكل متقن الايتاب اناليسيس، وهو برنامج مميز ورائع في تحليل النظم الكهربيه، وده بيستخدم في جانب الاناره، الاوتوكاد، البي ال سي، الاسكادا وغيرها من البرامج. وكما قلت انت سابقا. كمهندس لا تلتزم بشيء معين، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. في في مهندس تاني بيقول على حسب فروع الهندسه الكهربائيه، فمثلا في التحكم بيكون الاحتياج لكورسات مثل البي ال سي، في الاسكادا، نظم القدره الكهربائيه بتكون كورسات مثل النمذجه والمحاكاه. يعني مثلا برنامج الماتلاب بيعمل سيموليشن، برنامج الماتلاب بيعمل سيموليشن ممكن تستخدمه في موضوع النظم، سيموليشن يعني محاكاه. اوتوكاد، ديلوكس، ايتاب، ماتلاب، بي ال سي، دي اشهر البرامج الناس متفقه عليها.
اوتوكاد ريفيت لمن يرغب بالعمل في التصميم او التنفيذ، ايضا جزء مهم بيغفله كثير من المهندسين برضه هو جزء الاداره، انك تبقى تدرس حاجه عن الاداره، ده مهم جدا ولازم كل المهندسين على الاقل يتقنوه او يدرسوه. دي اشهر الاجابات يا جماعه اللي جت من المهندسين كانت موجوده معانا. نخش مثلا على جواب تاني من ويب سايت تاني، يعني الموضوع بيختلف من مهندس لمهندس. مثلا لا شك ان المهندس الذي لا يجيد استخدام الحاسب مهندس فاشل بكل المقاييس، لا معنى للهندسه اليوم بدون برامج. سوف اذكر البرامج الضروريه للمهندس الكهربائي، مثلا في البرمجه البروجرامينج، السي بروجرامينج، السي بلس بلس، والجافا هذه بروجرام اهم اللغات في البرمجه، وهي تعتبر متقدمه وكثير من الشركات تستخدمها. جميل يعني اذا تعرف واحده منها سوف تغنيك عن كل اللغات الاخرى، واللغات كثيره لكن هذه الاشهر. في كمان بيقول لك الالكتريكال سيركت والاوركاد الايجل والسيركت ميكر، اخيرا البرنامج العملاق ماتلاب. هذا البرنامج يتميز بكثير من المزايا، منها انه يعتبر لغه برمجه، كذلك تستطيع المحاكاه، معالجه وتحليل الصور والتحكم، الكلام ده كله. برامج كثيره جدا لكن احببت وضع المشهور. يعني ده كان موقع تاني، ويب سايت، واجابات تانيه من مهندسين تانيين برضو. ده بيتكلم عن اهم البرامج المخصصه او الهامه لمهندس كهرباء، برامج التصميم. يعني بيقول لك في برنامج اسمه المايكرو ستيشن، وده زي الاوتوكاد ولكن وبرنامج كندي يعني، ولكن في ميزات كان متاح للماكنتوش وعدد من اليونكس، والان اصبح متاح في في ناس بتتكلم الايتاب برضو عشان حسابات اللود فلو والشورت سيركت. في كده عندك الريلاكس والديلاكس حسابات الاناره، وفي عندك الريفت اصبح مطلوبا وهو من شركه اوتو ديسك برضو، وفي الامتك برو ديزاين. ده كله برامج مهندس التصميم زي ما الكهرباء. شفنا كده يا جماعة، استعرضنا مع بعض اهم البرامج المهمة جدا، وبرامج دايما بتبقى خاصة بالكمبيوتر، انما دايما التطبيقات بتبقى خاصة بالموبايل يعني. فان شاء الله احتمال نعمل حلقة عن تطبيقات. الكوت بتاعت النهاردة: حقائق الثابتة انك تستطيع ان تنجح بسرعة وبافضل طريقة عندما تساعد الاخرين على النجاح. دمتم ناجحين ودمتم موفقين. لحد ما اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، رب العالمين، متنساش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة لأول مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.